السيد سماني عوض الله، ما هي أزمة إقرار وقف إطلاق النار في السودان؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك ولضيفك الأستاذ أسرف العشري الذي أدى تفاصيل كاملة وشاملة حول الأزمة في السودان. أعتقد أن الأزمة وقف إطلاق النار هو عدم وجود ثقة بين الطرفين المتنازعين، حيث أن المحادثات جد التي عقدت عدة مرات في بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم تخلق الثقة بين الطرفين. فلذلك إذا وجدت الثقة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يمكن أن يتوصل الطرفان إلى هدنة أو إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي الدخول في عملية المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في العملية السياسية. أعتقد أن قمة أو محادثات جدة أو المبادرة الأمريكية السعودية يمكن أن تستفيد من الأطروحات التي طرحتها قمة القاهرة التي عقدت في 13 يونيو الماضي وتبلورت اليوم في اجتماع الآلية الدول الجوار التي مثلها وزراء الخارجية التي عقدت اليوم في العاصمة التشادية إنجمينة، والتي ركزت أيضا على 3 محاور أساسية اللي هي وقف إطلاق النار الشامل والدخول في العملية الحوار السياسي الشامل ومن ثم إيصال المساعدات الإنسانية. أعتقد أن الوقت الآن هو يحتاج إلى وقف إطلاق النار ومن ثم الدخول في العملية الإنسانية، لأن هنالك أعداد كبيرة جدا من المواطنين تأثروا جراء هذه الحرب التي دخلت شهرها الرابع. أعتقد أن آلية الدول الجوار السوداني إذا استطاعت وقف إطلاق النار يمكن أن تمهد للنقطتين التاليتين التي تتعلق بالعملية الإنسانية وعملية الحوار السياسي. أعتقد أن آلية الجوار السوداني هي الآلية الأنسب لإيجاد حلول للأزمة السودانية، خاصة أن هذه الدول هي الأكثر تماسكا والأكثر تأثرا وتأثيرا على الوضع في السودان. أعتقد أن هذه الدول إذا تحركت بالصورة العاجلة، وهل تتصور أن كل دول جوار السودان تحمل نفس الرواية، نفس الفكرة المرتبطة بأفق الحل؟ هل هناك اتفاق بينهم على ذلك؟ أعتقد أن ما حدث في النيجر وما يحدث الآن في أثيوبيا يقود تلك الدول إلى التحرك. أعتقد أن تأثيرات أزمة السودان ستتأثر على دول الإقليم، فلذلك أعتقد أن هذه الدول الآن أكثر حرصا من ذي قبل للتحرك بصورة عاجلة لإيجاد حل عاجل للأزمة السودانية. أعتقد أن تأثيرات الأزمة السودانية ستمتد لتشمل كل الإقليم، خاصة أن العديد من دول الإقليم تمتاز بالهشاشة الأمنية، فلذلك أن هذه قادة هذه الدول سيتحركون لوقف تأثيرات هذه الحرب على دولهم، وكذلك أنهم يملكون الإرادة بالضغط على الطرفين أو من خلال استثمار علاقاتهما بالطرفين المتنازعين أو على الذين لهم تأثير على المستوى الإقليمي والدولي على في هذه الأزمة. أعتقد أن هذه الدول الآن دول الجوار السوداني الآن أكثر حرصا من ذي قبل للوصول إلى حلول لهذه الأزمة. إذا نظرنا إلى تأثيرات هذه الأزمة من الناحية الإنسانية، فأعتقد أن كثير من الدول الجوار تأثرت بنزوح أعداد كبيرة جدا من المواطنين السودانيين الذين لجوا إلى مصر والتي تستقبل حاليا أكثر من 270 ألف، وكذلك دولة تشاد ودولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا وأريتريا وليبيا وعدد من دول الجوار. كل دول الجوار الآن تستقبل هؤلاء الفارين من الحرب، فلذلك هذه الدول تأثرت تأثير كبير جدا بهذه الحرب، فلذلك الآن هي أكثر حرصا للوصول إلى حل والوصول إلى تسوية لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة حتى لا تتجدد هذه الحرب مرة أخرى، وبالتالي تتأثر دولهم بما يحدث في السودان.